عندك تعليق على الكلام ده؟ الشماعة دايما لازم نعلق اللي شماعة هي يعني، ايه؟ يعني لازم نبرر يعني، لازم يبقى في تبرير. اه اصل يعني عارف اللي هو في كلام كده بيترمي ام يعني، هو يعني من خلال تصريحات بيرمي ان الاهلي يعني واخد بالك عشان خد اللعبة بتاعته. طب ما هو الزمالك خد قبل كده اللعيبه ما بتاعته، ده لسه هقوله، عايز تطبق طبقه على الكل. وكان كابتن حازم، وتم توجيه الشكر لكابتن حازم من قبل صح، اداره ما نادي هو هو الزمالك بقى ده اللي انا بتكلم بصراحه. ده فيه. ازاي؟ حصل، ده ما هو ده حصل اللي انا فعلا. بتكلم فيه، عايز تطبق طبقها على الكل، ما يبقاش في كلب مكيالين زي ما بيتقال، طبقها على الكل. انت الموضوع ده اتعمل مع الزمالك في الفتره اللي هو اللعيبه كان عندهم حصل مباراه، حصل صح ولا مش صح؟ حصل حصل فمش معنى خرجوا من الكلام، المعسكر وراحوا مش معنى لنادي الكلام الزمالك. ده ظهر دلوقتي بعد. خلينا نتكلم ان الاهلي عنده مباراه مهمه، صح ولا مش صح؟ فليه الكلام ده ظهر دلوقتي يعني؟ ليه؟ هل هو ماشي مبدأ واحدة بواحدة؟ ما فيش اللي هو حد. خلاص انا عملت كده مع نادي الزمالك، طب عشان النادي الاهلي كمان نبقى خلصنا من ما الموضوع ده ده. كان مش طب ليه من صح. الاول اصلا عملت كده؟ يبقى صحيح طبق، طبق بقى على الكل، على الاهلي وعلى الزمالك. بالظبط. ليه؟ لان احنا كلنا متفقين ان الاولويه اصل خد دايما بالك الكلام لمنتخب ده برضو مصر. خطير برضو، انت بترمي. طبعا ما هو ده برضو بيعمل بلبله. بلبله، هتلاقي في وسط الكلام هيبان ان الاهلي مش بمعناه يعني مش يهمه منتخب مصر، ودي هي بتكمل تصريحات مين؟ فيتوريا. فيتوري. ما ده كده انت تكمل. قصدك بقى ان هو ده الانطباع اللي اتنقل ما هو لفيتوريا، فبالتالي كانت دي تصريحات فيتوري. ما هو كده هم. بص انا مش هجامل حد، كابتن حازم امام على دماغي وعلى راسي وكابتني وكل حاجه، بس انت كده يعني اهو. بص الكلام رابط بعضه، تصريحات فيتوريا وتصريحات كابتن حازم امام، يبقى الصوره واصله ازاي؟ تعليق كابتن شريف. ما فيش. هي احنا اتكلمنا في الاخر ان كلام فيتوريا كله رايح في ان لا كلام حازم امام. ما انا بص انا بجيبها لك من هنا. هو اوكي. فيتوريا ان هو لما قال التصريحات دي ان هو كان واصل له كلام بطريقه معينه، مش شرط يكون الكابتن حازم، ما الكابتن حازم ممكن يكون واصل له كلام هو كمان، وارد. فاهم قصدي ايه؟ اوكي. يعني هي الامور كلها اصل من معناها، مين يعني؟ ما هي كلها بتوصل، ما هو كلها ناس. هو الموضوع محتاج ان اصل حد يوصل الاعلام لحد، اصلا ولا كل حاجة لا واضحة احنا لان راجل عشان نفهم؟ اجنبي، عشان كمان احنا لا لا نفهم. احنا بنوصل، ده انت واصل قصدك على لراجل الراجل الاجنبي. اجنبي، واحد اجنبي مش حلو ده، وبيفني، مش حلو فهو طبعا. موصل له ان المناخ والناس طبعا بتفضل انديتها عن المنتخب، فده الصوره اللي واصله، فاثرت بالسلب بالتالي على لعيبه طب ليه المنتخب. ما ناخدهاش من عشان كده منطلق باين عليه العصبيه ده؟ النهارده. خلي بالك، استنى، الكلام ده كان قبل الماتش، كان مين؟ كلام كابتن حازم لا ده دلوقتي بعد الماتش. دلوقتي ما قالوش قبل الماتش لا يعني، ده الكلام دلوقتي، ده كله كلام بعد بعد الماتش. المباراه. طيب هي الامور واضحه كده، ان هو الواضح ان وصل الموضوع كله بقى صوره سلبيه للعيبه قبل المباراه، ان كله مهتم بالانديه خلاص على حساب المنتخب. طب ممكن اقول حاجه؟ طب ليه ما نفكرش او نبص لتصريحات الكابتن حازم وفيتوريا من منطلق ان هي تصريحات يعني متقاله في الصميم في سلبيات ممكن فعلا نكون احنا بنعاني منها او البعض بيعاني منها في الوسط الرياضي، بخصوص عدم اعطاء المنتخب الاهتمام الكامل اللي لابد منه، مش ونقف على اخطائنا عشان نحاول نصححها. انت فاهم برضه؟ ما دي وجهة تصريح، نظرك يا كابتن ابراهيم. تصريح برضو مش